أهلين، حياكم الله. جاني طلب، نبي طريقة الشاي العراقي. سبق وشرحت الشاي الحساوي المخدر، الحين عود لنا بالشاي العراقي، وهذا قاعد ألب الطلب. فإن شاء الله راح أعرض لكم نوع شاي طيب وعراقي، وإن شاء الله يعجبكم وينال إعجابكم. فالمقطع لا يوقف عندكم، اللي تحبونه يتعلم يسوي الشاي عطوه إياه، ونشوف المقطع من بعد ما ينتهي المقطع الترويجي كالمعتاد، ونشوف الخطوات. حياكم الله. الشاي اللي عندي اليوم نوعه اسمه شاي بغداد. اوكي، جميل جدا، حبته طويلة، وراح استعرض معاكم الحبة مثل ما تشوفون الحين. وطبعا هو متوفر في اكثر الاسواق عندنا في السعودية هنا، وما ادري باقي دول الخليج هل متوفر عندهم ولا لا. تشوفون حباته طويلة. اوكي، فهذا الشاي اللي عندنا، وبتشوفون كيف يكون استواءه وكيف يكون تخديره. فنشوف ان شاء الله الخطوات مع بعض. طبعا التنويه هذا المرجو من الجميع، سعه الصدر وتقبل الاختلاف في طرق اعداد الشاي، لان كل بيت وكل مكان له طريقه. عندي هنا ابريق شاي حجمه 500 ملي زجاجي. اوكي، واللي عنده المعدني، واللي عنده اللي هو حسب المتوفر عندكم. الشاي يستوي في كأي شيء، حتى لو في قدرة بيستوي، فلا تدقون. عندي هنا عدد ملعقتين شاي تخلونها وافية بهالطريقة هذه على 500 ملي. وإذا تبون اللون أسود أسود يعني هاكم مثل شاي العراق، تخلونها 3 ملاعق بدل الملعقتين. هذا المقادير الصحيحة للشاي بالحجم هذا. طبعا نقطة مهمة، الشاي العراقي الأصلي يجي مخلوط، يمكن يخلطون فيه 6 أو 7 أنواع تقريبا. إن شاء الله عراقيين اللي يشوفون المقطع يصحون لي المعلومة. يخلطون كذا نوع مع الشاي. عندي هنا اللي هو حديدة على اللي هو موجد اللي هو الغاز. وهنا ملاحظة مهمة، راح أغسل الشاي. هذه عادي اتفق عليها البعض، وهنالك من لا اتفق عليها الكاتب. نعم، في ناس يغسلون الشاي وفي ناس لا، وانا اغسل الشاي ومتعود على الطريقة هذه. عندي اعتقاد انها تخلي اطيب وتخليه منشط، او يتنشط معي الورق اسرع، ويطلع معي الطعم ما في بشاعة ولا في املاح، او انه يكون صافي. هذا المعنى العام يعني. فعموما الحين غسلتها، ثم الحين راح املي ماي مغلي. تمام، انا حاط ماي مغلي حق سرع العملية، وراح اخليه على نار هادية. بنشوف المراحل ان شاء الله مع بعض. طبعا راح اوطي النار على اقصر شعلة، لا تخلونها عالية، لا تخلون الورق يغلي في البداية عشان لا يحترق معاكم ويصير بشع. فتخلونه على نار هادية وعلى راحته يستوي، وبتشوفون كيف معانا الحبات مالت الورق تتفتح. طبعا لو البريق العادي كان على طول تشوفون المرحلة هذه. انا في الحساوي معطيكم الطريقة، او الشاي المخدر الحساوي. هنا حسبت للوقت، اوكي، من 15 دقيقة الى 20 دقيقة على نار هادية. ويقول الناجم يدعي انه يسوي شاي، لازم ساعة الا ربع يتحكم. عموما هذا الحين معانا خلص الوقت، ونشوف لون الشاي معانا هل اوكي نبي بهالمرحلة هذه، او نخليه يغلي اكثر يتحكم اكثر. فكل حسب ذوقه وحسب اللي يبيه في تخديرة الشاي. ومثل ما علمتكم طبعا الشاي العراقي يكون اسود اسود، لكن سبحان الله ما في اي بشاعة، طعمه طيب من الاخر. هذا الشاي الأصلي، مو طبعا الشاي اللي يكون فقط يحمل الاسم، لا لا، لأن أهل العراق لهم طريقة خاصة، إلى اليوم ما شفت أحد يسوي نفسه. فعموما الآن الشاي جاهز عندنا، ألف عافية علينا وعليكم، وجربوا الشاي مثل ما أقول لكم عقيق يماني. ونشوف إن شاء الله تعليقاتكم الطيبة، وأنا موجود أجاوب وأبي معلوماتكم فيها. يعني اللي عنده معلومة عن الشاي وطريقة الشاي العراقي خصوصا، والأنواع اللي خلطونها معاه، لا يقصر يكتبها لنا في التعليقات ونستفيد منه. ودمتم في أمان الله.